مازلنا في حياتنا نسمعوا ونشوفوا مدام غوفرنمون دو لانكومبيتونس راهو حاكم لي غان. مرحبا بك لودميلا عكاش في لا روبريك تاعك واش صرا طراش. واش صرا طراش لودميلا؟ واش راك لاباس؟ والله مانيش ملاح. علاش واش بك؟ باين علاش مانيش ملاح. وي بارابور لو تيمونياج تاع بارابور لكلش ماشي غير التيمونياج تو ريان نوفا اون فات اون الجيري ريان نوفا وانا عايشين فيها. Excusez-moi, pardon. Rien ne va pour tout le monde, pour les femmes, pour les jeunes, pour tout le monde. Allez, pour les femmes, le combat féministe. Voilà, exactement. Let's go. Alors, Aslama, Aslama, là, comme tu vois, Fina, marhaba bikoum. Youma, on a fait un adj jdid, min fiqrat wach satrach. Youma, on a parlé d'un sujet qui est très important et très sensible, c'est le code de la famille. Khanoum l'Usra, c'est le canon الذي عرف نقاشا وجدلا طويلا قبل وبعد صدوره في 9 جوان 1984 نظرا لما يحتويه من مواد تكرس اللامساواة بين الرجل والمرأة وتجعل هذه الأخيرة مواطنة غير كاملة الحقوق. قبل ما ندخلوا في الموضوع نشوفوا بعض شهادات النساء في هذا الفيديو اللي عاشوا حجرة هذا القانون. السلام عليكم. رسالة إلى سيد وزير العدل حافظ الأختام من محامية من أستاذة مجلس قضاء قسنطينة. تعرضت لظلم كبير ماشي صغير أمك يا أستاذة. غضا عن ذلك يعني امرأة مطلقة عندي بنتي طلقت بها ومشيت بها لدار الوالدة تاعي زيدت بها لتما. علاه؟ لخاطر الأب تاعها في المبدأ تاعو أصلا كان قريب ما حبش يعترف بها. ثانيا من بعد يتك يصدر الطلاق، يصدر الطلاق كاين تعويضات عن الطلاق بالسيف ما مدها بعد ما مشينا للمحكمة الجزائية. من بعد هذا الأب يروح يعاود حياته. احنا طبعا في البلاد تاعنا من حقه بصح المرأة الجزائرية من بعد الطلاق لازم تموت، لازم تموت على لا خاطر كنت عاود الزواج تسقط عنها الحضانة. كي تسقط عنها الحضانة لازم يتخاف تبقى حاكمة في وليداتها. الله غالب. أنا عندي بنت، بنت وحيدة. بنتي هذه أنا اللي كبرتها وحدي، أنا اللي نفقت عليها وحدي، أنا اللي صرفت عليها وحدي. جاتني فرصة عمل في الخارج، رحت قبل الساعة عندي زوج محاضر امتناع عن عدم سديد النفقة، واحد ب 62 مليون وواحد 12 مليون النفقة تاعي. معليش وسائل التهرب في التنفيذ ما شاء الله المشرع خلاها. يقول لك القاضي يراعي مصلحة المحضون. أين هي مصلحة المحضون؟ هذه شهادات أمهات مطلقات لهم يطلبوا بإلغاء مادة 66 من قانون الأسرة والتي تنص أن في حالة ما الأم المطلقة تزوجت ستسقط منها حق الحضانة. وقد أداروا هذه النساء حملات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعارات معاني الحضانة الأم حتى بعد زواجها، نعم لإلغاء مادة 66 من قانون الأسرة. والسؤال يبقى مطروح، كم المرأة في عش شبابها حرمت من بناء حياتها بسبب هذه المادة؟ الكثير والكثير.
ليست فقط هذه المادة التي تمثل جدلا في قانون الأسرة، سبق ونددت المناضلات من أجل حقوق المرأة بالعنف والتمييز الذي يكرسه هذا القانون ضد النساء، رغم أنه يتنافى مع مبدأ الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات، إلا أنه ما زال حتى الآن يمثل سلاح قانوني في يد الرجل من أجل أن يفرض نفسه على المرأة. ومن بين هذه المواد التي تعتبر اضطهادا في حق النساء هي كالتالي: المادة 11 تعقد المرأة زواجها بحضور وليها ووليها، ويتمثل في الأب أو أحد الأقارب أو شخص تختاره. يعني المرأة لازمها والي باه تتزوج، هي أمام القانون الجزائري تعتبر قاصرة، ليست مواطنة كاملة على عكس الرجل. مادة 53 عفوا: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق فقط لأسباب المذكورة، منها مخالفة الشروط المتفقة عليها في عقد الزواج، غياب بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، الهجرة في مضجع فوق 4 أشهر. وين راه الخلل في هذه المادة؟ وما يمثله من تمييز وحقرة في حق المرأة؟ هذه المادة تشير أن من أجل أن تحصل المرأة على التطليق لازمها شروط به تثبت أنها مظلومة ومحقورة، وهذه الشروط لا نستطيع إثباتها في معظم الأحيان. لماذا؟ لأنها تمر بإجراءات طويلة ومعقدة وتأخذ وقت كبير وتطلب إلى رفع عدة قضايا لكي تحصل المرأة على التطليق، وخاصة لازم درهم بزاف. على عكس الرجل اللي راه هذا القانون يحمي فيه، فهو يستطيع التطليق بدون سبب أو مبرر. tu penses, je suis pas d'accord hein. Bah oui, c'est vrai. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Bah après on aura un débat. Là, là, je sais que c'est pas comme ça en fait. J'ai des amis à Wittel Pau, mais chez Garaka. Non, c'est pas comme ça. Si vous voyez le canon de l'Osra, Ahmed 53, vous voyez que la femme a les conditions pour qu'elle se passe. Mais elle n'a pas les conditions pour qu'elle se passe. Si, conditions pour qu'elle se passe. On continue le sujet, Hamza. D'accord. Comment la femme est en وتجري بين المحاكم به الطلاق. شحال من المرأة راهي تلجأ إلى الخلع بسبب هذه الشروط، راهي تمد درهم به تقدر تطلق وتخرج من الظلم وعنف الزوج. شحال من الأم وأولاد وأطفالها راهم يعانوا من إهمال الأب ومشكلة النفقة لتمثل مبلغ بسيط أمام تدهور القدرة الشرائية في البلاد. كيف توكلهم ولا تقريهم ولا تلبسهم ولا تسكنهم؟ لراهم يقولوا أن إلغاء وتعديل التام لهذا القانون يمثل خطر كبير على استقرار المجتمع ويهدد الأسرة الجزائرية. أنا نقولهم ليهدد المجتمع هو تمسك بهذا القانون بمواده لتمد شرعية قانونية لبعض الممارسات الاجتماعية التي تسيء وتقل من شأن المرأة ومعاملتها كمواطنة غير كاملة. هذا القانون بنفسه هو اللي يفكك الأسر، لأنه يمد صلاحيات لرجل به يحقر المرأة وتكون تحت سيطرة تاعو، يطلقها وقت ما يحب، ينحيلها ولدها إذا عاودت تزواج، يدي ضعفها في حقها في الميراث، عنده حق يعود عليها زواج. الاستقرار المجتمع اللي راكم تهضروا عليه وتندوا به ما يقدرش يكون إذا المرأة اللي تمثل نصف المجتمع ما عندهاش نفس الحقوق كالرجل. أنا شفنا كيفاش دار قانون الأسرة في النساء والأطفال. وشكرا. ختمنا فقرة توش ساتراش، راح نتلاقاو بخونشامون افيك ان اوتر نيميرو. سي فوز افي دي بروبوزيسيون، سي فوز افي بون، سي نوز افي فوز افي دي سوجي ان نو بروبوزي، فوز افي دي كومونتير، نيزيتي با ان كونتاكتي. ميرسي. فوالا جو باس لا بارول حمزة، يونوغ ان ديبا اوسي.